اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم حياتنا. حياتنا الهدف منه هو محاوله تغيير سلوكيات المجتمع، محاوله تغيير اخلاقيات المجتمع. معاكم داليا المسلمي. النهارده تاني حلقه من برنامج حياتنا. هنتكلم النهارده عن موضوع جميل قوي، ازاي تحب نفسك. قبل ما ابدا معاكم في موضوع ازاي تحب نفسك، عايزه اقول قصه صغيره كده. كان في راجل فقير، الراجل ده كان صياد بيصطاد سمك. اصطاد سمك كتير، وكان في من ضمن السمك ده سمكة كبيرة قوي. السمكة دي فوجئ ان جواها جوهرة. الراجل لما شاف الجوهرة قال ايه ده، مش معقول. فراح لمحلات المجوهرات عشان يبيعها. في المحل المجوهرات وهو بيبيع الجوهرة، واحد قال له لا انا مش هقدر اشتري الجوهرة دي، الجوهرة دي كبيرة قوي وتمنها غالي وانا مش هقدر اشتريها. راح لمحل تاني قال له برضو انا مش هقدر اشتري الجوهره دي. فالراجل قال طب اعمل ايه؟ المهم قالوا له في محلات المجوهرات انت تسافر بره الدوله عشان تبيع الجوهره، هم هيقدروا قيمتها وياخدوها منك، لكن احنا مش هنقدر نشتريها لان تمنها هيبقى غالي علينا. فالراجل عان الجوهره فتره من الزمن وقعد يشتغل، لان هو فقير مش عارف يسافر بره الدوله، فقعد يكون فلوس او ثروه عشان يقدر يسافر، لان هو راجل غلبان. المهم عن الجوهرة تحت الأرض وكون فلوس واشتغل بحماس رهيب عشان الجوهرة يقدر يبيعها ويتصرف فيها. بعد ما كون الفلوس وخد الجوهرة بره مصر عشان يبيعها، فوجئ ان الراجل بيقوله انت جايب لي ايه؟ ده حتة ازاز مش جوهرة. فالراجل استغرب، ازاي حتة ازاز؟ يعني انا بقالي سنين عمال اشتغل عشان حتة ازاز؟ انا بقالي عمال اطلع كل جهدي في الشغل والاخر دي حته ازاز؟ طب ازاي يا ربي ازاي؟ فانا طب كمل بقى، كمل انت بتشتغل بقالك سنين عشان حته ازاز، طب كمل بقى واشتغل. انا عايزه اوصل لكم رساله من القصه دي. ايه؟ انت لو حد قال لك هات عينك تقدر تديها له بملايين الجنيهات، هتقدر تديها له؟ او قال لك هات رجلك هتقدر تديها له؟ اكيد لا. ليه؟ لان انت لا تقدر بثمن، انت حاجه كبيره قوي. وانا قايله لكم قبل كده انت خليفه الله في الارض في الحلقات اللي فاتت. معنى ذلك قبل ما اقول لكم ازاي تحب نفسك واقول لك انك حاجه كبيره قوي، لازم تعرف يعني ايه انسان. قلت قبل كده الانسان هو عباره عن جسد مادي ونفس مشحونه روح. النفس دي اللي جوه الجسد اللي احنا بنحافظ عليها. يعني زي ايه بالظبط؟ زي تخيل معايا كده عربيه، والعربيه دي جواها انسان بيقودها او بيسوقها. العربيه دي هي الجسد المادي اللي انت شايفه، اللي جوه العربية ده اللي انت مش شايفه هو ده اللي انت بتسوقه، بتسوق الجسد المادي. نفسك هي اللي بتسوقك لإما لطريق الخير أو طريق الصح، لإما تمشي لطريق الضلال وطريق الشيطان. هو ده، هي دي القصة كلها. طيب ازاي تحب نفسك؟ نفسك ربنا قايل لك في القرآن كرمنا، لقد كرمنا بني آدم. نفسك لا تقدر بمال. ربنا أمر الملائكة ان هم يسجدوا لك، يعني انت حاجة كبيرة، زائد اننا لسه قايلة ان انت خليفة الله في الارض، يعني حاجة لا تقدر. يعني معنى ذلك ان انت لما توصل لمرحلة من الاكتئاب او تقول مش طايق نفسي او هيحصل مشاكل حواليك، يبقى ده شغل مين؟ شغل الشيطان. لان الشيطان كل هدفه ان يوصلك لاكتئاب، يوصلك لافكار سلبية علشان ما تشكرش ربنا وتحمده على النعم اللي انت فيها. يعني انت لوحدك نعمة، نعمة لا تقدر بمال. يعني لان ربنا في القران قال لنا بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لازيدنكم. فهو مش عايزك تشكر اصلا ربنا عشان مش يزودك. هو ده هدفه في الدنيا، ربنا جايبه في الدنيا عشان كده. فانت لازم تعرف انك تحب نفسك، عشان لو حبيت نفسك صح ووثقت في نفسك في كل حاجه، الطاقه بتاعتك هتبقى عاليه جدا وهتقدر تعمل المعجزات. انت نفسك قلنا لا تقدر بمال. طيب في ايه قرانيه بتقول في السماء رزقكم وما توعدون. يعني ايه في السماء رزقكم وما توعدون؟ الرزق في السماء، الرزق عباره عن افكار، الهامات، ربنا هو اللي بيوحي لك بيها اي افكار. لو انت افكارك مش سلبيه، افكار ايجابيه باستمرار على قد ما تقدر، افكار ايجابيه، هتلاقي الهامات من ربنا يرزقك من حيث لا تحتسب. في فترة كده اللي هي فترة قبل شروق الشمس، الفترة هي ساعة صلاة الفجر، الفترة دي الطاقة بتبقى عالية فيها قوي قوي. فلو انت حافظت على صلاة الفجر وقعدت تدعي، الفترة دي هي دي
يعني انا اعتقادي ان دي فعلا في السماء رزقكم ما توعدوه، هي دي الفتره اللي ربنا قال استجابه الدعاء فيها، فتره مهمه جدا لك، يا ريت تحافظ عليها وتحافظ ان انت تقوم قبل شروق الشمس. حتى دول الغرب معظمهم بيقوموا قبل شروق الشمس عشان الفتره دي الطاقه بتبقى عاليه قوي. كمان انت بقى الشيطان من وظايفه برضه في الدنيا ان بيخليك تنظر لنفسك بنظره سلبيه لو انت عملت ذنب، لو عملت فاحشه. يعني في ناس بيعملوا ذنوب كتير قوي ويبصوا لنفسهم، لا انا مش هقدر اتوب. لا انت هتتوب عادي، ربنا بيقبل التوبه ويأنبك بقى على التوبه. يعني لما تيجي تتوب يقول لا اوعى تتوب، انت ازاي انت فاكر مش فاكر الفاحشه اللي انت عملتها ولا الزنا اللي انت عملته، تتوب ازاي يا عم؟ دي مصيبه الشيطان شغال فيها، بيأنبك بحيث ان هو مش يوديك للطريق المستقيم، بحيث ان هو مش يخليك تتوب. بس بقى ربنا في القرآن وضحنا مين هم المتقين. عارف يعني ايه متقين؟ هقول لك. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. مين المتقين؟ اللي بينفقوا في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشة، اهو اذا فعلوا ايه؟ فاحشة، او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني اللي فعلوا فاحشة، عملوا اي مصيبة ايا كانت المصيبة وتابوا الى الله، بقى متقين عند ربنا، بقى متقين عند ربنا. لكن احنا عندنا مثلا مجتمعنا واحد مثلا عمل مصيبة، عمل زنا، لا ده زاني، وممكن يكون تاب بعد ما عمل، لا ده ازاي ده زاني، الناس بقى تقول ده زاني. لكن عند ربنا اتفضل. ايوه الو، معانا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. احمد بالشريعه مع سيادتك يا فندم. اهلا وسهلا. بحيي الاول حضرتك على البرنامج الجميل ده. متشكره جدا يا فندم. وبحيي حضرتك على الظهور وعلى الاسلوب الجميل ده ان شاء الله. متشكره يا فندم. الله يخليك يا فندم. هو اولا انا بصراحه سعيد جدا ان حضرتك اديتيني طاقه ايجابيه في الوقت ده. الحمد لله. والله دي يعني من فضل الله. الحمد يعني لله. في الوقت ده يعني في الوقت ده بالذات يعني سبحان الله كنت بفكر في حاجات كتير سلبيه والحمد لله عندي قوه من عند الله، يعني الحمد لله. في قوه اساسا. الحمد لله. والله الحمد لله، ورغم القوه دي قوه ايمانيه من الله، لازم حد يذكرنا بان في طاقه ايجابيه لازم 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 ربنا لازم. موجود لازم تربط كل حاجه بالقران، ده دستور الحياه، القران الكريم ده دستور الحياه. تمام يا فندم. تمام. وكمان القرآن طبعا والذكر والصلاة على النبي والاستغفار، يعني قيمة الاستغفار عظيمة طبعا جدا طبعا والله. على طول. يعني دي حاجة يعني الحمد لله، ونشكر ربنا سبحانه وتعالى له الفضل والمنة ان هو يعني علمنا ان احنا نشكر ربنا، وعلمنا دي فضل من ربنا. شكرا يا فندم. يعني متشكرة قوي. متشكرة يا فندم. فانا بقول لكم المتقين اللي لو فعلوا فاحشه عند ربنا متقين، لكن الناس يقول لك انت وانت مالكش دعوه بالناس، سيبك من الناس خالص، الناس هيقولوا وهيتكلموا ومش هيسكتوا. يعني هم الناس اصلا ما بيطبقوش القران، معظم الناس ما بيطبقوش الموجود في القران. ربنا قال لا تختابوا، وقال ما فيش نميمه، ويل لكل همزه لمزه، سيبك من الناس خالص. يعني الناس ماشيين للاسف في ضلال، احنا لو طبقنا القران هنمشي في نور وهنعرف الصح وهنعرف الحق، لان ربنا رحيم جدا جدا بعباده. ربنا مش خلقك في الارض كده، ربنا بدام مديك قلب لسه بينبض اعرف ان هو عايزك عنده، حتى لو عملت ايه اعرف ان هو عايزك، بس تتوب الى الله ما ترجعش تاني للمعصيه، وحتى لو رجعت تتوب تاني، بس اهم حاجه التوبه يعني ايه؟ تبقى في الطريق الصح بعد كده. فالشيطان ليه اساليب كتير، هي دي السبب اللي بتخلي الانسان قاعد في اكتئاب وافكار سلبيه. بص بقى هقول لك بقى سر من اسرار الحياه كمان، الحكمه اللي ربنا اساسا خلقنا عشانها، وقال من اوتي الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. ايه هي الحكمه؟ كل ما تقدر تسيطر على افكارك السلبيه اللي هي من الشيطان، كل ما ربنا يوصلك لدرجات الحكمه. واعلى درجه من الحكمه كان مين؟ سيدنا سليمان اللي وصل لها، لان الحكمه درجات. المهم لو قدرت تسيطر على اكبر وقت اكبر قدر من الافكار السلبيه عندك طول اليوم، اعرف ان ربنا هينور بصيرتك للطريق المستقيم. اتفضلي يا ايه معايا. الو. اتفضلي يا ايه. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه يا ايه اتفضلي. حضرتك انا عايزه اقول لك ان انا عندي طاقه سلبيه كتير ودايما متضايقه من نفسي وكده ومخنوقه. ما احنا قلنا ده شغل شياطين يا ايه.
طاقة سلبية من ايه؟ من المواقف اللي بتحصل حواليكي، من المواقف، لان انتي مركزة مع المواقف. لا ما تركزيش في المواقف، بصي يا ايه، ركزي انتي عايزة ايه، ركزي في الافكار اللي تريحك، في الفكرة الايجابية، مالكيش دعوة بالافكار السلبية. انتي معايا يا ايه؟ لا ما هو مش والاخر الاقيكي من جوه تعبانه، لا انا عايزاكي من جوه تبقي نظيفه، تبقي سعيده، مش هقول انا كويسه وانتي من جوه متدمره، لا انا اهم حاجه شغلي على النفس اللي جوه مش على بره خالص، بره دي نسيه ملوش قيمه اصلا، اهم حاجه جوه. انتي معايا يا ايه؟ معاكي. اتصلي بربنا قوي يا ايه، واعرفي ان الدنيا دي عباره عن لعبه، وهي مرحله اختبار ربنا بيمتحننا فيها، وفي الاخر هيقول لنا جيم اوفر وكلنا هنموت، وهيقول عملتي ايه في الاختبار. واعرفي يا ايه ان الحياه الدنيا، وفي حاجه اسمها حياه اخره، اعرفي ان الحياه الدنيا هي ادنى حاجه اللي احنا فيها دلوقتي، والحياه الاخره دي تكمله الحياه الدنيا، دي بقيتها. هيقول لك انت عملتي ايه في الدنيا، فهمتي يا ايه؟ صح يا دكتوره، صح كلامك صح. انا عايزاكي تاخدي ان انت ما تفكريش في حاجه غير في ربنا وفي نفسك بس، تنسي اهلك، تنسي اصحابك، تنسي كل اللي حواليكي، ما تفكريش غير في ربنا وفي نفسك واللي انت عايزاه والهدف اللي انت نفسك تحققيه بس، غير كده لا. معايا؟ معاكي يا دكتوره، شكرا شكرا. العفو حبيبتي، العفو. فطبعا في برضو حاجه في القران عايزه اوضحها، النفس اماره بالسوء. لا هقول لكم حاجه بقى، بصوا النفس ربنا خلقها زوجين، زوج سلبي اللي هو من الشيطان، وزوج ايجابي اللي هو من الملائكه، يعني شق ملائكي وشق شيطان. النفس مش اماره بالسوء، ليه بقى؟ احنا في القران ربنا بيقول ان النفس، مش ربنا اللي بيقول ان النفس الاماره بالسوء، اللي بتقول كده مين؟ زليخه. مين زليخه دي؟ على لسان زليخه، زليخه دي كانت عامله مصيبه ماشي، وجات عشان تقول لجوزها، اما كانت عرضت نفسها على سيدنا يوسف مصيبه، فعشان تبرأ نفسها قالت لجوزها ان النفس الاماره بالسوء، ده على لسان زليخه، لكن مش معنى ذلك ان النفس اماره بالسوء. ده ربنا بنحكي قصه عشان ايه؟ نستفيد منها. بس دي برضه حبيت اوضحها، النفس فيها جزء شيطاني ممكن انت اللي تكبره ويسيطر على الجزء الملائكي، وفي جزء تاني ملائكي لو انت كبرته وقربت من ربنا قوي هتلاقي الجزء الملائكي سيطر على الجزء الشيطاني، والشيطان ضعف جدا. بس هو ده الايه؟ حبيت ايه اقوله لكم. طيب ماشي اوكي. طيب عندنا حاجه برضه كمان، حاجه بقى جميله اسمها الابتلاء. ايه هو الابتلاء؟ عشان في ناس كتير فاهمين الابتلاء هو سلبي بس، ان ابتلاء يعني مصيبه حصلت لي. لا مش مصيبه بس حصلت، الابتلاء نوعين، نوعين، ابتلاء ايجابي وابتلاء سلبي. مش كل الابتلاء سلبي، ازاي بقى؟ برضو موجود في القران، بس احنا لو قرينا، يا ريت نقرا المصحف مش نقرا بس كده ونقفل الكتاب والاخر اقول لك انت قريت ايه، تقول لي ما اعرفش قريت وخلاص انا باخد ثواب على القرايه. لا انت لازم تاخد ثواب، انت فاهم تفهم انت بتقرا ايه ولا لا، مفيش حاجه اسمها اخد ثواب على القرايه، لازم تفهم اللي بتقراه عشان تطبقه. ما لو مش فهمت اللي قريته يبقى خلاص، يبقى كانك ما عملتش حاجه. زي ايه مثلا؟ الابتلاء، بسم الله الرحمن الرحيم. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني، هو ده ابتلاء ايجابي. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقي فيقول ربي اهانني، ده ابتلاء سلبي. يعني ايه؟ يعني ربنا ممكن يبتليك ابتلاء ايجابي، يديك بقى حاجات نعم ويديك حاجات كتير حلوه، ده حاجه جميله. ليه بقى؟ عشان انت ماشي صح. لو انت مشيت صح اعرف ان ربنا هيبتليك ابتلاء ايجابي، لو انت مشيت غلط اعرف ان ربنا هيبتليك ابتلاء سلبي. طيب الحديث بتاع الرسول بيقول ان الله اذا احب عبدا ابتلاه، معناه ايه؟ يعني يبتليك سلبي، يعني يبتليك بمصيبه. للاسف في ناس فاهمين كده ان ربنا لو حب عبد يبتليه بمصيبه، يبتليه بحاجه وحشه. ربنا ما يحب عبد بيبتليه بخير على طول، عشان تكونوا فاهمين. لكن المصيبه دي معناها ايه؟ هقول لكم، بس لما اقول لكم القصه الصغيره دي. في القصة دي متداولة وللأسف وناس كتير بتصدرها وهي مش صح. شاب اتجوز فتاة فترة من الزمن، الشاب ده كان بيحب الفتاة، المهم الفتاة حصل مشاكل وكده بعد الجواز فطلقها وسابها. اما طلقها وسابها البنت دي كانت من الناس المتدينة قوي يعني، فالشاب كان عايز يعرف ايه سبب ان هي سابته وليه سابته، مش عارف لحد دلوقتي. المهم كان ماشي، هو ماشي الكعبل وقع فرجله اتكسرت، فقالت له ايه ده انت رجلك اتكسرت، طب انا كده هرجع لك بقى خلاص، ليه انت كده ربنا بيحبك، ما دام رجلك اتكسرت يبقى ربنا بيحبك. طبعا دي سذاجه، مفيش حاجه اسمها ما دام رجلك اتكسرت يبقى ربنا بيحبك. اعرف كده وتاكد من كده ان ربنا لو ابتلاك بمصيبه اعرف ان هو انت عملت حاجه غلط، وهو عايز يكفر الذنب اللي انت عملته. عارف يعني ايه كفر الذنب اللي انت عملته؟ يعني انت عملت حاجه غلط، كلنا عندنا ذنوب وكلنا ما نعرفش الذنوب بالظبط ايه،
بس اعرف ان في حاجه انت عملتها غلط، فربنا عشان برضه هو فعلا بيحبك بيقول لك لا استنى بقى، انت عملت حاجه غلط، هديك عقاب صغير عشان تفوق من اللي انت عملته. زي بالظبط الاب والام، اما ابنهم يعمل حاجه غلط مش بيضربوه مثلا، او بلاش بيضربوه، بيحرموه من المصروف، او يعملوا له حاجه مثلا مش كويسه. ليه؟ لانهم بيحبوه. هو فعلا كده، هو ده معنى الحديث، ان الله اذا احب عبدا ابتلاه ابتلاء سلبي عشان يرجع عن طريق الخطأ اللي هو ماشي فيه ويتوب الى الله. هو ده الابتلاء، عشان انت عملت حاجه غلط بيفوقك، مش ابتلاء يعني في مصيبه وهو بيحبك ده مصايب، لا انت عملت اخطاء ففي مصايب هتجيلك. انت لو طبقت القران ومشيت صح ربنا هينور بصيرتك. تطبق القران ازاي؟ تفهم الايات اللي انت بتقراها، مش تقرا بغبغه زي ما احنا بنقول. طيب ماشي، في حاجه كمان برضو عايزه اقولها لكم. المشكله عندنا بقى ايه؟ ان احنا بنتلقى المعلومات دون تفكير، ما بنفكرش فيها. اي حد يقول لنا اي حاجه بناخدها وخلاص، يبقى كده ده الصح، اه لا ده الحلال، لا ده الحرام، مش عارفين اصلا، مش بنتدبر القران، ما بنتفكرش. لا ده ربنا بقى قال لنا حاجه بقى في القران خطيره، ممكن تكونوا كلكم مش واخدين بالكم منها، اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم: ومن احسن دينا من اسلم وجهه لله. ده احسن دين عند ربنا. ومن احسن دينا من اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفه واتخذ الله ابراهيم خليلا. يعني ايه؟ يعني ايه بقى؟ يعني ايه الايه دي؟ معناها ايه؟ ان الاحسن الدين عند ربنا اللي هو بيتبع مله سيدنا ابراهيم. طيب ابراهيم كان بيعمل ايه؟ كان حاله ابراهيم عباره عن ايه اصلا؟ ابراهيم كان بيتفكر، كان بيتدبر، كان بيشغل مخه، كان اهله كلهم بيعبدوا الاصنام، وهو اللي بيقول ازاي ايه الاصنام دي؟ ازاي ده؟ فين ربنا؟ فكان بيطلع فوق الجبل على طول ويفكر ويقول يا ربي انت فين؟ ويسال ويكلم نفسه كتير. فربنا هداه للطريق المستقيم، الطريق الصح اللي هو فيه. فربنا عايزنا نبقى في حاله سيدنا ابراهيم اللي هو التفكر، مش اتبع، مش عايزين نبقى متبعين على طول، لازم تفكر وتشغل دماغك وربنا هيهديك. بدل انت بتبحث عن الحق ربنا يهديك. وفي برضو دعاء جميل قوي بقوله كل صلاه فجر: بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء ده رائع، يا ريت تحافظوا عليه، وهو فعلا هيوريكم الحقيقه فين. اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. الدعاء ده جميل، فيا ريت تواظبوا عليه. تاني حاجة، إن ربنا أعظم وأرحم من أن يعذب أو يبتلي ابتلاء سلبي. ربنا عظيم جدا، ربنا رحيم جدا، ربنا عمره في حياتنا يعني استحالة يعذب أي إنسان. ربنا مش خلقنا عشان يعذبنا، ربنا مش خلقنا عشان المشاكل، أنتوا اللي بتجيبوا لنفسكم المشاكل. حتى ربنا قال في القرآن ان ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني في جنه على الارض وفي جنه في الاخره، هما جنتين فعلا، جنه في الارض وانت المسؤول عنها وانت اللي بتكررها، وجنه في الاخره برضو انت اللي بتكررها، انت اللي بتقرر ان حياتك تبقى سعيده او حياتك تبقى تعيسه، انت اللي بتختار. انت لو اتاثرت بالوساوس وبالحاجات الافكار السلبيه هتختار جنه ايه؟ هتختار نار الارض، مش هتختار جنه الارض. فاحنا عايزين على طول يبقى تفكيرنا تفكير ايجابي، عايزين على طول نفكر تفكير ايجابي، ونعرف ان احنا نمشي في الطريق المستقيم اللي ربنا قال لنا عليه في القران. بس الابتلاء بيكون ايجابي امتى بقى؟ عندما ينعم الله عليك بالجمال مثل الغنى، النعيم، الفرحه، ده بيبقى ابتلاء ايجابي. طبعا ربنا بينعم عليك كده لو انت ماشي صح، لو انت بتطبق صح. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني. ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من مصيبة فمن نفسك. يعني أنت المسؤول عن المصايب اللي بتحصل لك، نفسك مش ربنا. ربنا هيديك حسنات، هيديك حاجات كويسة، اعرف كده وتأكد من كده. تاني حاجة برضو عايز أقولها لكم بسرعة عشان وقتنا قرب يخلص،
الاكل غير الصحي، اما تاكل اكل غير صحي انت بتضر نفسك، ما هو ده برضو حاجه في النفس من جوه. يعني ايه؟ حتى ربنا برضو في القران قايل لنا كده. شفت بقى ان ربنا كاتب الاكل الصحي في القران، واحنا اللي بنطغوا فيه وبناكل اكل مش صحي. بسم الله الرحمن الرحيم، وكلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. لو طغيت في الاكل وكلت كتير هيجي لك السمنه، هيجي لك الامراض، فانت برضو المسؤول. حتى المرض اللي بيجي لك انت المسؤول عنه، كل حاجه انت المسؤول عنها. طيب ختاما بقى هقول لكم اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله من برنامج حكايه حياتنا.